السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ يا رب دايما بخير وسعادة. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة كل الاطفال ويمكن الكبار كمان كلهم بيحبوها، الدونات الجميلة جدا، احلى دونات هتدوقيها في حياتك، فاعمليها معانا بالطريقة ديت وهادي بيها حبايبك، وفي حفلات المدرسة وحفلات النادي احلى دونات ان شاء الله. يلا بينا مع بعض ونشوف الطريقة وطريقة التزيين ازاي بيطلع بالشكل التحفة ده. عندي ادي حوالي 4 كوبايات ونص من الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وادي خميرة هستعمل هنا 2 معلقة، جبت لكم الخميرة اللي في الاكياس عشان نجربها معاكم عشان اللي ما عندهوش الباكو الكبير. الكيس بيديني 2 معلقة كده كبيرة من الخميرة، فانا هنا هستخدم الكيسين، يعني هحط 2 معلقة من الخميرة عشان دول 4 كوبايات ونص. وهحط عليهم دولت 1/2 كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي، وادي بيضة، ادي البيكنج باودر كده هفضيه عشان احط 1/2 معلقة صغيرة من الملح. وعندي ادي الزبدة حوالي كده 1/4 كوباية زبدة صغيرة، وكوباية لبن دافي، ولو احتاجناها ممكن ناخد حوالي 1/2 كوباية مية او حسب احتياج العجينة. هحط اللبن الدافي كده على الخميرة ومعاها السكر وهقلب كويس جدا، وهسيبهم بس شوية كده مع بعض يخمروا، اكون انا نخلت الدقيق كويس. انخل كده الدقيق كويس بحيث يتخللوا الهواء ما يكونش فيه اي حاجة، وانزل بقى هنا بخليط الخميرة وهقلب كله كده كويس مع بعض. وادي البيضة هربها بس كده بسيط، وانزل بيها على الخليط اللي عندي، وهعجن كده بالراحة واحدة واحدة بالمعلقة الاول، وبعدين هكمل بايدي. الموضوع بسيط مش محتاج العجان ولا اي حاجة، بس شوية بالمعلقة بحيث بس العجين ما يشبطش في ايديا كتير، وبعدين ابدأ ان انا اعجنه بقى بايديا كويس. طبعا الدونات زيه زي اي مخبوزات بيحتاج برضو عجن كويس، يعني ممكن تعجني فيه لحد ما تحصلي على عجينة ناعمة وجميلة. خلاص خدتها كده على الرخامة وبقعد بقى اعجن فيها كويس جدا. هبدأ احط بقى الزبدة، كنت لسه محطتهاش كل ده، دي حوالي 1/4 كوباية زبدة، يعني حوالي 2 معلقة، حوالي مش عارفة كام جرام، سواء ممكن ابقى اكتبها لكم في صندوق الوصف لو انا عايرت 1/4 كوباية يطلعوا قد ايه من الجرامات. بتكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني بتكون طرية شوية بس مش سايحة، بحيث ان انا ادخلها في العجينة كويس جدا. هقعد اعجن بقى لحد ما تدخل كويس قوي في العجين. تمام كده، خلاص حصلت على عجينة كده جميلة وناعمة ومفيش اي حاجة. ببدأ بقى ان انا هحطها في الطبق واغطيها بالبلاستيك راب لحد ما تخمر شوية. هي كده معايا خمرت تمام. هبدأ بقى ان انا اجهز القطاعات اللي انا هقطع بيها. بدي رشة دقيق وبحط العجينة وهبدأ ان انا افردها. بسم الله الرحمن الرحيم، ندي بقى رشة كده من فوق وافردها بسمك كده، يعني حوالي سنتي او اقل شوية، بحيث يطلع معاكي الدونت محملة شوية. هتعملي بالقطاعة كده وتقطعي بقى من النص بالشكل ده. الكور دي بتتقلى يا اما ان انت تجمعيهم وتعملي بيهم دونت تاني، يا اما دي القطاعة الجاهزة اللي هي بتجيبها من محل الحلواني، بتبقى جاهزة فيها يعني الخرم اللي في النص بيطلع لك مرة واحدة مع بعض. انا قطعت ورق الزبدة بالشكل ده وهحط كل واحدة من الدونات عليه بحيث يبقى سهل ان انا اقلبها في الزيت بعد كده للتحمير على طول. او دي القطاعة اللي هي التركي بقى، بتاخدي مقاس 2 لو عايزة حجمها كبير، فانا هاخده هنا مقاس 3 بحيث ان هو عايزة اعمل كمية، لاني هودي يعني لمجموعة بنات مع بعض، فعايزة اعمل منه كمية، فحطيتها كده على ورقة بالشكل ده.
وهسيب بقى هنا الدونت لما يخمر، بجمعه بقى كل الورق ده في صينية وهحطه في الفرن يكون دافي ومطفياه، واحط الصينية ولازم اغطي طبعا وشه بأي قماشة علشان ايه ما يشققش. جمعته بالشكل ده وهسيبها تخمر، لما تخمر بتديك الحرف بتاعها من بره، ما بيبقاش بقى واقف حد كده، بيبقى خلاص اخد كيرف، فتعرفي ان هي ايه خمر تمام. اهو بالشكل ده كده خمرت كده، وبقت زي شايفينها عالية كده ايه شوية، وتبقى جميلة جدا. هناخدها بقى نبدأ ان احنا نحمرها. زيت كده على النار، وهنزل بقى فيها بالورقة كده، انا مش عايزة امسكها بايديا بحيث ان هي ما يروحش منها ان هي كانت خمرة، فبنزلها بالورقة بس. لما تتحمر بقى هطلعها على مناديل الورق او على رف السلك بشكل. جهز بقى الشوكولاتة اللي انا هدهن بيها وش الدونت. دي شوكولاتة يدوبك حوالي مثلا كوباية، دوبتهم في معلقة او معلقتين بس من اللبن في الميكرويف، وهو طلع لي بالشكل ده. طبعا تقدري ان انتي ممكن تسيحيه من غير اي حاجة وتحطي له معلقة او معلقتين من الزيت، فانا حطيت له معلقتين من اللبن، واداني برضو اللمعة التحفة دي. ودي الشوكولاتة البيضة برضو دوبتها بنفس الطريقة. ادي غطستها في الشوكولاتة البيضة، وبعدين بنزل عليها بخطوط كده من الشوكولاتة البيضة، يعني غطستها في الشوكولاتة الدارك وبعدين عليها خطوط من الشوكولاتة الايه البيضة، او ان انا اعكس انزلها في الشوكولاتة البيضة وهعمل عليها خطوط من الشوكولاتة ايه الدارك. تمام. طبعا بقى التزيين ده ايه مترك ليكي، تقدري تزيني بحاجات كتير جدا. انا كان مفيش وقت وعايزة اروح بقى افرح بنتي واصحابها في النادي عشان كسبوا بقى وكده الفريق، فقلنا ايه نعمل لهم حاجة حلوة سريعة. عملنا لهم ايه احلى دونت. طبعا انا لو الوقت كان بيتسع كنا بقى ايه حطينا سبرينكلز على وشه، حطينا فارماسيل، عملنا الشوكولاتة البيضة دي بقى بالالوان. فان شاء الله مرة تانية ممكن نبقى نظبط بقى. اشكالها بيبقى قد ايه حلوة، وطعمها كان تحفة جدا، قرمشة خفيفة من بره ومن جوه طرية قوي. صراحة كانت تحفة. المقادير ان شاء الله مظبوطة جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم قوي. حفلات كتير بتيجي بقى للمدرسة وفي النادي او حتى اعياد الميلاد، تقدري تعملي الدونت وتقدميه وتفرحي كل الاسرة. من شكله قد ايه حلو. لو اول مرة تشاهد قناتي اتمنى ان انت تدوس زر الاشتراك سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعارات بالفيديو الجديد بنزله. ادي قلبه من جوه شايفين قد ايه مفرخ كده وجميل، وشكله كده من جوه اصفر وتحفة جدا جدا. هحمر بقى ايه يعني، لو دلوقتي انت المقدار ده طلع معاكي صينيتين مليانين، انا قليت صينية واحدة في اليوم ده، واليوم التاني هعمل ايه بالمقدار ده كله، فانا حطيته في التلاجة. تاني يوم بتطلعيه، بس كان يعني عجينة يعني، وطلعتها وفردت بقية العجينة اليوم التاني، وتبدأي برضو تجمعيه على ايه صينية، ويطلع برضو جميل جدا. ادي طلعيه بقى كده على اي شبك كده بحيث ما يبقاش فيه اي زيت، ولما يهدى شوية بنبدأ ان احنا ايه نزينه بالشوكولاتة. خلوا ابنائنا بقى يساعدونا ويعملوا معانا ويفرحوا قوي وهم ويفرحوا وهم بيشاركونا. ادي الدونت طلعت وشكلها تحفة جدا وهشة وخفيفة، لما احب ازين بقى كمية كبيرة هنزل عليها كده بخطوط من الشوكولاتة بالشكل ده، بالطول وبالعرض، واملاها كويس كده ايه شوكولاتة علشان كده مش بتاخد معاكي وقت، وتقدري تزيني ايه اكبر عدد من الدوناتس.
يعني ينفع معاكي كده في الحفلات وفي رحلات وفي المدرسة أو أعياد الميلاد، إن انتي تقدري تزيني كمية كبيرة بطريقة سريعة وياخدش منك أي وقت. اديناها خطوط كده ايه عشوائية، سواء بالطول او بالعرض بالشكل ده، وهنبدأ ان احنا ننزل عليها بخطوط من الشوكولاتة البيضاء. شكلها بيبقى مغري جدا وتحفة، وصراحة لذيذة جدا. اتمنى لو الفيديو عجبكم، والوصفة ان شاء الله ممتازة جدا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. تنسونيش في اللايك وفي الشير وتعليقاتكم الجميلة عشان انشرها لكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. بحبكم في الله، واتمنى لكم كل الصحة وكل الخير. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله. سوزان مقاول.